الحوار والتبيين والتوضيح وأخذ ما لدى الآخر. ولا شك أن هذه هي الطريقة المثلى التي أمرنا الله بها وانتهجها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد خلفائه وعلماء الأمة وملوكنا في هذه البلاد. ملوكنا بيوتهم دائما مفتوحة للحوار، وكل ملوك ولله الحمد يعني يعايشون كل صغيرة وكبيرة ويعرضونها على الحوار والمناقشة واستيعاب ما يمكن استيعابه من خلال أخذ أفكار الجميع، إلا في الثوابت الشرعية، والأمر الثوابت الشرعية كلنا يلتزم بها التي ترد في الكتاب والسنة بالنص نتمسك بها، ومنها الحوار. صحيح. لابد من أن يكون هناك حوار بناء يبني ولا يهدم، ونستوعب الآخر في صدر الرحب، وننبذ العنف والتطرف. ولذلك الملك عبد الله رحمه الله واسع رحمته وقبله الملوك أيضا كانوا دائما يحاربون التطرف ويحاربون العنف ويحاربون التجاوز في ما لها